عاد الباحثين أسقط وأحيت كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار فلسعينا للحل نغلب همنا مساعد لفانا لو جاء استشار أيامنا أحلامنا طافت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار هيا بنا مدت يدانا نحوكم فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار أهلا ومرحبا بكم في دوائر صحية مع الأستاذ علي الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم دوائر صحية. نتمنى أن نقدم لكم في هذه الحلقة الفوائد الجميلة والرائعة المتعلقة بالصحة والغذاء، ابقوا معنا لتشاهدون المزيد. أسقط وأحيت كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار فلسعينا للحل نغلق همنا مساعد لفانا لو جاء استشار أيامنا أحلامنا طافت بها. أهلا بكم في دائرة الأخبار الطبية والتي نبدأها بالعناوين التالية. الجلوس لفترة طويلة يضر بالصحة، شرب الحليب يوميا يقي من مرض الزهايمر، آلام البطن بعد شرب الحليب مؤشر على عدم تحمل سكر اللاكتوز. ومن العناوين إلى الأخبار بالتفصيل. من واشنطن، توصلت دراسة أمريكية أجراها باحثون من مؤسسة مايو كلينيك وجامعة ولاية أريزونا إلى أن الجلوس لساعات طويلة يضر بصحة الإنسان ويعرضه لأمراض مزمنة أخطرها مرض القلب وداء السكري. في دراسة علمية أجراها باحثون من مؤسسة مايو كلينيك وجامعة أريزونا الأمريكية على 800,000 شخص خلال 16 عاما الماضية، قاموا بمتابعة حياة من يجلسون ساعات طويلة يوميا لمشاهدة التلفاز، واكتشفوا تزايد احتمالات الوفاة عند من يجلسون أكثر من 4 ساعات يوميا بنسبة 46% مقارنة بمن يجلسون أقل من ساعتين. كما وجد الباحثون أن من يجلسون لأكثر من نصف ساعات النهار تتضاعف عندهم مخاطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب، وعزوا ذلك إلى أن قلة الحركة تؤثر على عملية الأيض في الجسم مما يخفض من نسبة تحول الطعام إلى طاقة ويشجع على تجمع الدهون والسمنة وبالتالي الإصابة بالأمراض. وللتقليل من خطورة الجلوس الطويل وضعت جهات صحية إرشادات للتخفيف من آثار الجلوس، وذلك عبر الوقوف وأداء حركات بسيطة كل نصف ساعة، كما صدرت توجيهات حول كيفية الجلوس الصحيح أمام الحاسوب واستخدام الفارة ولوحة المفاتيح للحفاظ على سلامة الجسم وتلافي آلام الرقبة والظهر والكتفين والذراعين والرسغين. أما خبرنا الثاني فمن واشنطن، اكتشف علماء أمريكيون أن شرب الحليب يساعد في الحماية من تلف خلايا الدماغ التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بما يعرف بالأمراض الانتكاسية في مرحلة متقدمة من العمر مثل داء الخرف الزهايمر والرعاش باركنسون، وذلك لأن الحليب يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية والتي تحمي الدماغ. أفادت دراسة علمية أمريكية بأن شرب 3 أكواب من الحليب تقي من الأمراض التنكسية في مرحلة متقدمة من العمر مثل داء الخرف الزهايمر والشلل الرعاش باركنسون، لأن الحليب فيه مضادات أكسدة طبيعية تحمي خلايا الدماغ من التلف،
حيث يعتقد العلماء أن مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الحليب تساعد في درء ما يعرف بالإجهاد التأكسدي، حيث تمنع إطلاق بروتينات سامة والتهابية من الخلايا الدهنية سواء من خلايا الكبد أو خلايا أخرى، وبالتالي تحمي خلايا الدماغ من التلف الذي تسببه المركبات الكيميائية المتفاعلة أثناء عملية التمثيل الغذائي في خلايا الدماغ. أما خبرنا الثالث فمن برلين. أفادت عالمة تغذية ألمانية بأن الشعور بالغثيان أو بالآلام في البطن أو الإصابة بالإسهال بعد تناول منتجات الحليب تشير إلى عدم تحمل المريض لسكر الحليب المعروف باللاكتوز. وأوضحت العالمة أن مرضى عدم تحمل اللاكتوز لا يمكنهم هضم سكر الحليب بسبب عدم قدرة الجسم على تفكيكه نتيجة لنقص إنزيم خاص بذلك. قالت عالمة التغذية الألمانية هنريكا شتاوتا أن الشعور بآلام البطن أو الغثيان أو الإصابة بالإسهال بعد تناول منتجات الألبان تشير إلى عدم تحمل سكر الحليب المعروف باسم اللاكتوز. وأوضحت شتاوتا أن مرضى عدم تحمل اللاكتوز لا يمكنهم هضم سكر الحليب بسبب عدم قدرة الجسم على تفكيكه نتيجة لنقص إنزيم اللاكتاز اللازم لذلك. ولتجنب المتاعب الناجمة عن عدم تحمل اللاكتوز تنصح عالمة التغذية الألمانية بتعديل النظام الغذائي، إذ يسهم ذلك في تخفيف العبء الواقع على الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أنه ينبغي على المرضى أن يجربوا بأنفسهم أي المواد الغذائية المحتوية على سكر الحليب التي يمكنهم تحملها جيدا. وأوصت شتاوتا مرضى عدم تحمل اللاكتوز بإمداد الجسم بكمية كافية من الكالسيوم، وذلك من خلال تناول بدائل الحليب النباتية مثل حليب الصويا وحليب اللوز، بالإضافة إلى المصادر الغنية بالكالسيوم مثل الخضروات الخضراء والمكسرات والبذور. كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار لسعينا للحل نغلب همنا شاعث لفان لو جاء استشار أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار. حياكم الله أعزائي المشاهدين في دائرة الحوار. اليوم نتكلم عن عضو مهم في جسم الإنسان، عن المعدة والتي يقال عنها المعدة بيت الداء. يسعدني أن أستضيف معي اليوم الدكتور صالح الحربي، أستاذ مساعد واستشاري أمراض باطنة في كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود. حياك الله يا دكتور. يا هلا والله أستاذي. الله يعطيك العافية. سعيدة وسعيدة. سعيدين بك يا دكتور اليوم معنا في برنامج دوائر. دكتور، يمكن الجهاز الهضمي من الأجهزة اللي دائما كثير من الناس يعني يعاني من مشاكل في هذا الجهاز. خلينا في البداية يعني نتعرف على الجهاز الهضمي، مكونات الجهاز الهضمي الأساسية. نعم، الجهاز الهضمي هو جزء أو جهاز من أجهزة الجسم الموجود. فالجهاز الهضمي يتكون من أعضاء، ويتكون من هو البلعوم، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، ثم المستقيم. جميل. عادة يا دكتور احنا يعني يمكن اغلب ما ادري عاد يعني نسبة اكثر الامراض شيوعا في منطقة الجهاز الهضمي، نقول البلعوم، المريء، ولا المعدة، ولا الامعاء الغليظة او الدقيقة، يعني عادة بشكل عام وين تتمركز اكثر يعني الامراض او الشكاوى تكون اكثر الشكاوى التي تجينا في العيادات هي مشاكل المعدة. نعم. جميل. مقولة دكتور المعدة بيت الداء، يعني ما أدري هذه يعني المقولة المعدة بيت الداء، يعني ارتباط المعدة وهي بيت الداء، وإذا أردت أن تحافظ على جهازك الهضمي فيجب أن يعني تعتني بشكل كبير بالمعدة. مدى يعني ارتباط هذه المقولة ب ب ب ب المقولة صراحة فيها جانب من الصحة، بمعنى أنه الشخص متى ما حافظ على معدته
عادة يسلم من أكثر الأمراض الشائعة. أمراض المعدة هي من الأمراض الشائعة. فعلا لما شخص يكثر من الأكل وقلة التمارين وهذه أتوقع من الأسباب اللي تسبب مشاكل في المعدة. أيضا من المشاكل اللي من بعدها تصير مشكلة في المعدة هي السمنة. فهذه من الإشكاليات اللي فعلا أنها تبين أنه فعلا المعدة هي بيت الداء. جميل. طيب دكتور، يمكن في عاد حديث مشهور ومعروف أنه صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن به صلبة، أن الواحد أحيانا هالمعدة لازم يعبيها فل، يعني لأن يعني هي التقسيمة النبوية ثلث للطعام صحيح. وثلث للشراب وثلث للهواء للنفس. إحنا مشكلتنا أن نعبيها كلها أكل، وش اللي يصير داخل المعدة؟ إيش اللي التغيرات اللي يعني خلني أقول الفسيولوجية داخل المعدة إذا امتلت بشكل كامل؟ في حال إذا امتلت المعدة بشكل كامل عادة يظهر لدينا ما نسميه إحنا التخمة. جميل. وهي أنه الشخص فعلا متخم ولا يقدر حتى يأخذ نفسه العميق، بمعنى أنه الجزء البطني أو الجهاز الهضمي في البطن يكون الداخلي الضغط الداخلي للجهاز نفسه كان عالي. فبعد هذه بعد ما تحصل هذه المشكلة يكون هناك ما نسميه احنا التخمة، الإرجاع، الغثيان، بعض المرات تصل إلى القيء. هذه من الإشكالات فعلا لما الشخص فعلا يأكل بشكل كثير. بعضهم حتى يجي دكتور يمكن ما عاد يتنفس، يعني النفس إذا أكل بشكل كبير يلا يتنفس، يعني هل العملية ضغط على الحجاب الحاجز يعني يكون في ضغط المعدة، يعني عملية التنفس تكون صعبة؟ بعضهم بعد الأكل وجبات كبيرة يصير عنده نبضات في القلب متسارعة، يعني تكيكارديا بشكل كبير. صحيح. زي ما قلت من الأول، متى ما ملأت المعدة بالأكل يكون الضغط داخل التجويف البطني عالي عالي جدا جدا. فكيف يحصل التنفس؟ هو عبارة عن اختلاف في الضغط ما بين التجويف في الجهاز التنفسي والجهاز البطني. فأنت لما الآن تضغط المعدة زين ويكون التجويف البطني عالي، ما راح يحصل أي مساحة اختلاف في الضغط ما بين بيصير الضغط هذا، فلذلك الحجاب الحاجز يكون أكثر وقته في الأعلى، فلذلك النفس يصير صعب جدا. بصير صعب. طيب دكتور، أكثر مشاكل المعدة غالبا يعني تكون من أي الأنواع؟ يعني دائما مشاكل المعدة كثير يشكو من المعدة. زين. المشاكل عادة مشاكل المعدة أكثر شيوعا متواجدة الآن هي التهابات وقرح المعدة والاثنى عشر، وهذه أكثر الأمراض شيوعا. طيب دكتور، أنا كيف أعرف أن عندي قرحة في المعدة أو قرحة في الاثني عشر؟ في أعراض معينة يعني قد تعطيني مؤشر أن عندي قرحة؟ زين. الأعراض هي عادة ألم في البطن، في أعلى البطن، عادة حرقان، حرقة يحس فيها الشخص. عادة الألم يكون بعض المرات الشخص صائم أو المعدة فارغة. جميل. وبعض المرات في إذا كانت المعدة إذا كان الشخص بعد الأكل يحس بالألم. هذه من الأعراض اللي تبين لنا أنه هناك قرحة في المعدة أو الاثنى عشر. هل في فرق أنه أعرف أنه لازم قرحة أنا أبين أنها قرحة بالمعدة أو قرحة في الاثنى عشر؟ ما في اختلاف جدا من ناحية العلاج لأنه العلاج واحد. أها جميل جميل. طيب دكتور، ما أدري ارتباط القرحة بشكل مباشر يعني أسبابها، يعني قد تعزى إلى يعني بعضهم نتكلم عن البكتيريا، هي بكتيريا جرثومة المعدة اللي هي الهيليكوبكتر، أو أنها تعزى لأسباب أخرى، أحيانا عملية ضغط يعني ستريس في الحياة، ضغط في الحياة، أشياء نفسية أكثر من أنها مرتبطة بميكروب معين. يعني يمكن هالنظ يعني مدى 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 الارتباط بينه وبين الجرثومة المعدة. أسباب قرحة المعدة أسبابها كثيرة، لكن أكثر أسبابها هي فعلا جرثومة المعدة. في هناك أسباب منها أدوية، استخدام الأدوية. زين. الأدوية أكثر الأدوية فعلا تستخدم كثيرا هي أدوية مسكنات الألم،
اللي يسميها حين الناس ستيرويدنا فيما تدرك، والموجودة في الصيدليات البروفي أبيبروفين ونابروكسين، هذه أسماء العلمية في أسماء تجارية كثيرة جدا. 80-90% من الناس اللي عندهم قرح عادة سببها جرثومة المعدة. جميل. طيب علاجها يا دكتور؟ يعني بعضهم يعني ماشي أنا أخذ علاج الحين جرثومة المعدة، قد يعاني البعض. أنا أخذت فرضا أكثر من كورس للعلاج جرثومة المعدة، وبعدين بعد فترة أجي أحلل ألقاها موجودة. هل هذا ارتباطها ارتباط وثيق أنه موجودة معناته أنه عنده قرحة، أو أنه والله أشخاص طبيعيين تجي تحلل تلقى عنده جرثومة المعدة؟ شكرا لك على السؤال، هذا سؤال دائما أسأل فيه في العيادة. هل كل شخص مصاب، هل كل شخص عنده جرثومة معدة وعنده قرحة قرحة؟ ليس صحيح. ليش؟ لأنه ثلثين البشر على الكرة الأرضية عندهم جرثومة المعدة. ثلثين البشر. ثلثين البشر. عندهم جرثومة المعدة. جرثومة المعدة موجودة. زين. هل هم يصابون كلهم؟ ليس لا يصابون كلهم. جميل. زين. لكن وجدوا إنه أكثر المصابين في القرح هي بسبب ال H بايلوري أو جرثومة المعدة. زين. شخص مثلا فحص بسبب ما وطلعت جرثومة المعدة عنده إيجابية، لا يعالج إلا إذا كانت عنده أعراض. جميل. نعم. الأعراض هي ألم أعلى البطن، حرقة، غثيان، بعض المرات دائما تخمة مستمرة، بعض المرات يحس بالغثيان. هذه من الأسباب فعلا اللي تبين فعلا هل في احتمالية أنه عنده جرثومة معدة. جميل. دكتور، يمكن أحيانا من المشاكل اللي لها ارتباط بالمعدة اللي هو ارتجاع المريء، يعني الحموضة يعني الأسيدتي اللي في المعدة، أسبابها الارتجاع. يعني يمكن الآن نعاني كثير، يعني يمكن كلمة هذا يقول والله عندي حرقان، عندي حرقان، تسمع كلمة حرقان بشكل دائم، يعني يمكن ما أدري، يمكن السنوات الأخيرة أصبحت يعني كلني إذا جيت صب قهوة قال عندي حرقان. يعني هل حرقان، هل ارتجاع، هل إيش أسبابه، وكيف إن ممكن، خلينا بعدين نجي على العلاج والوقاية. ممتاز. إيش الأسباب؟ زين، الأسباب ممكن نشوفها في السلايد إذا ممكن نشوف الشريحة. شريحة. مخرجنا الحبيب. أوكي. كيف يحصل ارتجاع؟ في عدة عوامل حدث الارتجاع. زين، في عوامل خارجية وفي عوامل داخلية. جميل. العوامل الخارجية هي للأسف أكلنا. زين. تلقى الأكل. الأكل. ممتاز. تجد الشخص ما شاء الله يشرب مشروبات غازية، يشرب قهوة، شاهي، يأكل شوكولاتة، هذه بنفسها تسبب إرجاع. في أسباب متعلقة بالمعدة، زي ما قلنا إنه الشخص ما شاء الله تبارك الرحمن يأكل إلى أن يصل الأكل إلى ممتاز. إلى حلقه، هذه من الأسباب. يعني هذه معليش دكتورة أنا بنوضحها للمشاهد، أنت الحين لما تأكل بشكل تعبي المعدة، أنت تخلي السائل الحامضي يرتفع يعني أعلى، يصير قريب من 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 يعني اللي هي الصمام اللي هو اللي طلع على المريء. أي. يعني ارتفاعها الحامضية، يعني أنت لما تعبي أكلك، أنت تعبي الأكل في المعدة يرتفع اللي هو السائل الحامضي، فيصبح عنده يعني ارتجاع للمعدة مليانة تماما. أنا زي ما قلت هو الارتجاع له أكثر من سبب، ليس سبب واحد. جميل. منها ما هو متعلق فعلا بالصمام، منها متعلق بعادات الأكل، منها متعلق مشاكل في المعدة، منها ما هو تعلق أنه بعض المرات تحصل عيوب خلقية في الصورة موضحة لها، تصير هناك فتق داخلي زين يسمونها هياتس هيرنيا، منها بسبب قلة تقلص المعدة والإخراج الطعام إلى الاثنى عشر والأمعاء، وكذلك بعد السبب الآخر وهي ضعف عضلة المريء. هذه أسباب كثيرة جدا. زين. هذه أتوقع هي الأسباب فعلا الكثيرة جدا الأساسية. زين. في أسباب خارجية وهي خارج المعدة، هي السمنة. جميل. زين، بعض الأورام لا سمح الله الضاغطة على المعدة، هذه بتسبب أيضا من المشاكل اللي بتسببها فيها. طيب دكتور، اللايف ستايل يعني نمط الحياة، لما أجي فرضا الظهر ولا العصر أتغدى وأعبي والمعدة وأنام،
يعني احيانا السلوك هذا قد يؤدي الى يساعد في عمليه انه والله يصبح عندي ارتجاع، بعضهم حتى ينام على البطن اذا اكل وشبع، ينام بوضعيه معينه تؤثر على يعني. هو انا زي ما قلت مسبقا الارتجاع المريء هو له اكثر من سبب، في اسباب زي ما قلت لك داخليه وفي اسباب خارج البطن في داخل المعده. ففي احتماليه في شيء يسميه هو فانكشنال او وظيفي زين، فتحصل ومنها بالعادات اللي احنا اللي نسويها زي ما قلت، النوم، الاكل بعد النوم، هذه بتسبب اشياء اشكالات زي ما قلت لك، لما يصير في اختلاف في الضغط ما بين الموجود في المعده والمريء. جميل. هذا بيسبب ارجاع. طيب دكتور انا استبيحك عذرا ناخذ فاصل ونعود لنكمل ونواصل، ابقوا معنا. كلما انتهى وحار مجلة الاسبوع نهج سامق كالشمس تاتي ثم تعطينا النهار. تغريدات. يعمل السهر والإرهاق على زيادة هرمون الكورتيزول، هرمون القلق ومادة الأنسولين، مما يخزن الدهون في الأرداف ويؤدي إلى السمنة. عالم الصحة. مجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. نعود أعزائي لنكمل الحوار مع الدكتور صالح الحربي. دكتور احنا يمكن تكلمنا عن جرثومة المعدة، يعني ودنا نسأل من الأشخاص اللي يحتاجون إلى فعلا تشخيص هذه الجرثومة؟ سؤال جدا في موقع صراحة. وفعلا في لتشخيص الناس اللي تحتاج الى تشخيص جرثومة المعدة، من الناس اللي عندهم قرح في المعدة او الاثنى عشر، الشخص اللي عنده تاريخ مرضي قديم بقرحة معدة او الاثنى عشر، لا سمح الله في حال وجود السرطانات اللي فوير المعدة او سرطانات المعدة، ايضا نطلب فحص لجرثومة المعدة. هذه مجملها هي الثلاث عوامل، الثلاث أسباب أو الثلاث هي اللي نحتاج إليها في تشخيص جرثومة المعدة. جميل. طيب دكتور تشخيص جرثومة المعدة وش تحتاج يعني هو يوجد أكثر من تحليل. في أحد التحليل هي بتحليل بالنفخ اللي نسميها يوريا بلد تيست، فيه عن فحص بالدم، وفي تحليل عن طريق أكرمكم الله عن طريق البراز. جميل. زين، كلها تؤدي إلى أيضا إيجابية أو سلبية من ناحية جرثومة المعدة. يمكن النفخ دكتور بشكل كبير يعني أصبح حتى يعني دائما مسوق له بشكل كبير، أو يمكن حتى الناس تفضلوا أكثر من أي تحليل آخر. لأنه فعلا هو لأنه سهل. وما يحتاج تحليل. جميل. ولا يعني والمريض خلال دقيقة وهو ماخذ النتيجة. يعني أنت هي يمكن حتى يمكن بعض الجمهور قد يسأل، هي ممكن حبة ياخذها وبعدين بعد فترة يبدأ ينفخ في كيس صغير أو صحيح. في هذا ويبين له إيجابي ويبين إيجابي أو سلبي. صحيح. جميل. طيب دكتور بعضهم يعني الآن ممكن بعضهم يشوف بعض المختبرات وبعضها يسوون إعلان حلل على جرثومة المعدة، اكتشف هل لديك جرثومة المعدة أو لا، هل هذا الإجراء صحيح؟ يعني أنا لو كل واحد يقول خلنا نحلل يمكن وما في شيء ما يشكو من أي أعراض. صحيح. في حال أنا قلتها من أول حلقة، في حال لا يشكو المريض من أعراض التهاب جرثومة المعدة لا يحتاج إلى فحص. لماذا أنا قلت ثلثين البشر عندهم جرثومة المعدة؟ هل يحتاجون إلى تشخيص؟ لا يحتاج إلى تشخيص. جميل. من بعضهم يمكن زيادة حرص، بعضهم يقول لك خلني أبدأ بالعلاج، خلني أخذ مضاد وأفتك منها ويعني وريح دماغي، هذا اللي يمكن بعض الناس حريصين شوي. طيب دكتور العلاج لجرثومة المعدة يعني بعضهم
يعرف أن العلاج قد يكون طويل شوي وتستخدم أكثر من مضاد و... صحيح. وأدوية متعبة شوي يمكن. صحيح. هو عادة زي ما قلت لك في الإجراء المتبع في العيادات، عيادات أولية وعيادات الباطنة أو عيادات الجهاز الهضمي، نستخدم العلاج الثلاثي عادة. هذا العلاج هو يستمر ما بين 10 إلى 14 يوم. زين، هو عبارة عن 2 مضادين حيويين زائد دواء للمعدة. فهذا عادة الإجراء اللي نفعله في هذا. لكن زي ما قلت من البداية، لما تشخص جرثومة المعدة هو لازم يشخصها بأعراض وكذلك بتحليل. زين، فهذه الآن هو العلاج الثلاثي، وهذا علاج منتشر. وهذا الإشكالية الكبيرة، إنه في ناس كثير تجي وترجع وتسوي التحليل ثاني مرة وثالث مرة. عادة المريض يحس بالتحسن، وهذا هو المفروض أنه يحس فيه تحسن. هل يحتاج أن نعيده؟ لا يحتاج، إلا في حال رجعت إليه الأعراض ثاني مرة. هذه حاجة مهمة فعلا اللي يبغى يسويها. لكن إذا ما في أي أعراض ما يحتاج يعيد التحليل ثاني مرة. جميل دكتور، يمكن تناقشنا قبل الحلقة عن يعني الشعور بالغثيان والتقيؤ يعني وارتباطه بالجهاز الهضمي أو بالمعدة. إيش الأسباب اللي قد تجعل الإنسان دائما يشعر بهذا الشعور؟ زين، نقدر نشوف ممكن. أي ممكن مخرجنا نشوف الشريحة. زين، أسباب الغثيان أو القي في أسباب خارجة عن الجهاز الهضمي، فلذلك ما هو كل واحد عنده غثيان أو قي معناها أن سببها الجهاز الهضمي. وفي بعض الأدوية، في بعض الأمراض الغدة الصماء، في بعض مشاكل أو اختلالات في الأملاح، مشاكل الكبد، مشاكل الكلى، في عوامل نفسية ممكن تؤدي إلى تقيؤ. أحيانا الخوف، يعني الإنسان في مراحل معينة في شعور معين يشعر أنه يريد أن يتقيأ في بعض المواقف. ممتاز، سؤال جدا مهم في محله. فعلا في بعض الأمراض النفسية تسبب غثيان وقيء. في احنا نسميها سايكوجينيك او عصبي، انه المريض يحب يتغير بعد فتره وفتره. في بعض الامراض وهي كثيره في النساء، هي بعض الامراض النفسيه عشان تنزل من وزنها، وهذه فممكن المريضه تحاول تتقيأ بنفسها، او بعض المرات تدخل اصبعها في جوفها وتتقيأ. جميل. طيب دكتور، يعني عادة ارتباط الحرقان والحموضة يعني دائما يعني كثرة الأدوية الموجودة في الصيدليات، والله علاج للحرقان والحموضة وأصبحت سهلة، كل يجي يطلبها وياخذها. هل هذه الأدوية ضرار على المدى البعيد، أو أنه والله نقول آمنة، واللي يشعر بال يعني وأحيانا قد تكون إشكالية والله تستخدمها، وأنت يعني قد لا قدر الله يكون عندك مشكلة معينة وهذه أعراض هذه المشكلة تكون أورام لا قدر الله أو أشياء، والناس قاعدة تأخذ حبوب ضد الحرقان وتمشي الأمور. صحيح، هي في مثل ما هو الدواء له إيجابيات أيضا له سلبيات. الأدوية حقت قرحة المعدة وهذه لها فعلا إيجابيات، وهي على المدى القصير، على المدى الطويل لها سلبيات أيضا. حتى بعض الدراسات بينت انه جرثومة المعدة تجي بسبب للاسف استخدام هذه الادويه، وهذه مشكله كبيره جدا. اشكاليات عندنا تخفض درجه الحموضه في المعده وتبدا تنمو وتكثر، وهذه وتهيئ لها البيئه المناسبه. هذه من المشاكل اللي تحصل. من ايضا المشاكل، بعض الادويه لها اعراض، لها مضاعفات جانبية، ممكن تسبب مشاكل في الكلى، ممكن تسبب مشاكل في الكبد، فلذلك الشخص قدر الإمكان يبتعد عن الأدوية. مشكلتها أحيانا قد يكون الإنسان نوعا ما يعني يمكن لا يعني يضطر لها اللي هي عشان الحموضة، وما الحموضة يعني تكون نوعا ما مؤلمة، والدعايات بشكل كبير ويقول لك خذ لك هذه على طول، يعني يجيبونها لك كأنها تبرد وطبيعي والوضع. فيمكن الجانب الإعلامي يلعب دور كبير في الترويج مثل هالأدوية. صحيح، هذا أكيد شركات الأدوية صراحة تهتم أنها تحرك منتجها، وهذه مشكلة كبيرة جدا أصلا على صحة البشر، وهذه المفروض أنه
مثل ما نعم اكيد تقنن، مثل ما قلنا احنا الدواء له ايجابياته ايضا له سلبياته، فلذلك لازم مثل ما بينت الايجابيات ايضا لازم تبين السلبيات. جميل دكتور، ايش النصائح العامه لو بنقول للمشاهدين يعني انت علشان تحصل على او يعني تكون معدتك سليمه، نصائح عامه للعنايه بالمعده، شلون ندلع هالمعده نعطيها الجو المناسب لها بنصائح معينه تجمل للأخوة المشاهدين والمشاهدات بإذن الله يعني تكون لديهم معدة صحية أكثر. شكرا لك على السؤال. الإجابة في كيف نحافظ عليها هي في أكثر من سبب، وهي التغذية السليمة، الإكثار من الفواكه والخضروات، هذه من الحاجات جدا مهمة، الإقلام من اكثار الاكل، وهذه جدا مهمه من الناحيه هذه بعد بسببها التخمه زي ما تكلمنا فيها، ايضا تجنب الاكل اللي يسبب للمريض مشاكل في المعده، وهذه كالشوكليت وكالقهوه والشاهي هذه يقلل منها. دكتور بعضهم يعني معليش على المقاطعه يعني يقول انا والله بعض الاكلات لما اكلها تتعبني، يعني أنا معدتي قد تختلف عن معدتك، معدتي قد تكون حساسة يعني لبعض الأشياء معينة، لما أكلها سبحان الله من البداية أشعر بعدم ارتياح لهذا الأكل. فقد يكون كل إنسان يعرف يعني في أشياء عامة، الأشياء الحوار، الأشياء البهارات، فهل يعني صحيح أن الإنسان على قولتهم طبيب نفسه يعني يعرف وش اللي يضره أو يتجنبه يعني بشكل كبير؟ صحيح، هي فعلا الشخص هو طبيب نفسه مهما من أول والأخير يعني، ويجب عليه أن يهتم صراحة من ناحية أكله هذه من ناحية، وكذلك يجب عليه أن يهتم فعلا من ناحية أكله، أنه في بعض الناس عنده مشاكل من بعض الأكلات، في ناس مشاكل عندهم تحسس من بعض الأكلات، فهو نفسه بيعرف فعلا مع مراعاته للأكل ومع مراعاته هذه، وكذلك مع مراعاته للتحسس اللي زي ما قلته من البداية، فهذا شيء مهم جدا. تنصح أحد دكتور أي مشاكل في المعدة، اضطرابات بعض الأحيان تكون فترات قصيرة معينة وما يحتاج يروح للدكتور وأحيانا قد تستمر، متى تقول الشخص والله لابد أنه تذهب للفحص يشوفك دكتور وطبيب؟ سؤال جدا في محله، يعطيك ألف عافية. السؤال هو أنه هل هناك علامات دالة أنه يجب على المريض أنه يذهب إلى الطبيب؟ فعلا في علامات دالة، خاصة إذا كان العمر أكثر من 40 سنة. جميل. هذه من العلامات يعني مهمة جدا أنه شيء كامل. كذلك أعراض انخفاض الوزن، قلة الشهية. جميل. غثيان متكرر، هذه من العوامل جدا مهمة أنه يجب على المريض أنه يذهب إلى الطبيب. جميل، هذه مؤشرات يعني تجعلك تلح عليك أنك تذهب وتفحص. صح. تذهب للطبيب. طيب دكتور أنا أشكرك في نهاية هذه الحلقة على هذه الاستضافة الكريمة، ويعني نتمنى أن تكون معنا في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل. شكرا لك. شكرا لك يا سيد. الله يحفظك. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا في دائرة أخرى من برنامجكم دوائر. أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. أثبتت الدراسات العلمية أن أوراق الملوخية الطازجة غنية بالمعادن والفيتامينات، وتقل نسبتها في الأوراق المجففة، والملوخية من الخضروات الورقية الغنية بفيتامين ألف، فهي تحتفظ به حتى بعد الطبخ أو التجفيف. كما أثبتت الأبحاث أن المادة الغروية الموجودة في الملوخية لها تأثير ملين ومهدئ للأغشية المبطنة للمعدة والأمعاء، كما أنها تكافح الإمساك بشكل فعال. وقد أكدت الأبحاث أيضا أن الملوخية تساعد في تهدئة الأعصاب وتقوية البصر وتنشط ضربات القلب، كما تساعد في علاج ضغط الدم المنخفض وهبوط الطاقة والوهن الجسدي. والملوخية تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين ب الذي يحمي الجسم من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا، كما أنها تمنع من تكون حصى المثانة والكلى والتهابات المسالك البولية.
وتعد الملوخية من أغنى الخضروات الورقية المحتوية على مادة الكاروتين بنسبة تفوق الجزر، وهذه المادة تتحول في الجسم إلى فيتامين ألف الذي يساعد بدوره على زيادة مقاومة الجسم للالتهابات والأمراض، والذي يؤدي نقصه في الجسم إلى ضعف النظر ليلا. إذا كنت ممن يكرهون تناول الدواء أو لا تفضل تعاطي أقراص المسكنات والمضادات الحيوية، أو كنت من أولئك الذين يخافون من وخذ الحقن، فإن تناول طبق الملوخية يكفيك لتستريح من آلامك أو الفشل في علاجها. فقد أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن للملوخية الكثير من الفوائد الصحية، حيث أنها بفضل الله تقوي القلب والنظر وتزيد من قوة البدن وتخفف من آلام ومتاعب الجهاز الهضمي والقولون، وتخلصك الملوخية من قائمة طويلة من الأمراض بدون أي مضاعفات جانبية. كما أن طبق الملوخية مع قطعة من الخبز يعد وجبة كاملة تمد الجسم بما يحتاجه من مواد غذائية مفيدة، ولذا ينصح الأطباء بضرورة توافر طبق دائم من الملوخية على مائدتنا الغذائية، فهي كما أسلفنا تعد وجبة متكاملة نظرا لغناها بالفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والألياف. وقد اكتشف أن هذه النبتة تحتوي على كمية وفيرة من الفيتامينات، أهمها فيتاميني ألف وباء، كما تمد الجسم بالأملاح المعدنية المهمة كالحديد والفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والصوديوم. وأكثر ما يميز الملوخية عن غيرها من النباتات الورقية أنها لا تفقد أي من مكوناتها الغذائية ولا فوائدها العلاجية بالغسيل أو الطهي، كما هي الحال في أغلب الأغذية الأخرى المماثلة. ومن المعروف أن عنصر المنغنيز الموجود في الملوخية ضروري لتوليد هرمون الأنسولين الذي يضبط مقدار السكر في الدم، كما يفيد المنغنيز في مكافحة هشاشة العظام وإبعاد شبح العقم الذي قد يؤدي نقص المنغنيز في الجسم في بعض الأحيان إلى الإصابة به. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. وإلى هنا أعزائي المشاهدين والمشاهدات نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نكون قدمنا الجديد والمفيد. ابقوا معنا على الموعد في الأسبوع القادم. دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدة للحل نغلب همنا، مساعد لفانا لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا مدت يدانا نحوكم، فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار، فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار.